سي الانفا اللي كيجي بعد 13 سنه غياب ديال على الساحه ديال مهرجان سيدي عبد الرحمن، موسم سيدي عبد الرحمن، واللي تحول الان الى مهرجان تبارك الله البارود. هذا سي الانفا لان هذه الرغبه اللي كانت ديال سيد العامل وسيد رئيس مقاطعه وجميع السلطات والجهات ديال الانفا اللي طلبوا منا كمنظمين ديال مهرجان الاصيل في المهرجان الساحل اننا ننظموا تظاهره هنا في الدار البيضاء انفا. كنظن ان النجاح الجماهيري ديال اليوم الاول كيبرهن على ان كان واحد الانتظار كبير بالنسبه للساكنه ديال الدار البيضاء انفا، ديال جميع الاحياء المجاوره وديال العمالات المجاوره، بانها تكتشف البارود وتعاود تجي للبارود وتعاود تعيش لحظه البارود. هذه التظاهره تم التمويل ديالها من طرف بعض المحسنين من لي ميسان سكون ابيل لي ميسان دي سبونسور. هذه التظاهره لم تدخل في اي برنامج ديال الدعم لا ديال الجماعه ولا ديال العماله ولا ديال الجهه، وهذه التظاهره هذه كتحظى بالمسانده المسانده الشامله ديال السلطات، هي اللي خلاتنا اننا نزعموا نديروا تظاهره هنا في اونفا وننظموا في هذا الفضاء تظاهره بهذا الحجم. كنظن هنايا عشرات الالاف من المتفرجين، عشرات الالاف اللي جاوا بدون اي اشهار الا واحد الاشهار قليل، وكنظن ان اليوم نقدروا ننقوا بعضياتنا على نجاح التظاهره وان الجمهور فرحان والبرديه فرحانين واهل الخير فرحانين، لان الدار البيضاء اونفا كتعرف التظاهره اللي غابت عليها هذه 13 سنه. احنا جينا كنمثلوا عمل تاع عين الشوق هنا في مهرجان الاصيل انفا اللي تبارك الله الناس اللي ساهرين عليه كنشكرهم بزاف، انهم تنظيم رائع بزاف. وكما كنسمعوا حنا بان ما كيتنظم شي مهرجان وكيعرضوا علينا كيعرضوا للناس اللي منظمين باش نمشيو لذاك المهرجان كنمثلوا عمل تاع عين الشوق، كنستعدوا كتكون عندنا واحد الشعور اننا خصنا يمتى نسالوا الخدمه ديالنا يمتى نسالوا الشغل ديالنا باش نمشيو نوصلوا لذاك المهرجان باش نحطوا كنبنيو اول حاجه كنبنيو فين نريحوا فين نجلسوا فين نربطوا الخيل ديالنا. من بعد كنجيو كنستعدو كنوزدو السروجه ديالنا اللي غنركبو كل واحد السر ديالو المكاحل السكاكن اللباس اللي بالي انا كتشوف كما كتشوف السربه كامله الزي موحد كيكون غير المقدم هو اللي مختلف علينا في الزي بالنسبه للسرج ولا الزي ديال المقدم. صافي ملي كنوصل كنمشتاقين يمتى يوصل النهار ديال الافتتاح باش ندخلوا لواحد الشوق وملي كندخلوا كنركبوا نلبسوا كنقرا واحد الفاتحه ونطلبوا من الله يسر علينا كنطلبوا السلامه للجميع كلشي والتيسير للجميع. حنا ما كرهناش كلشي يتفرج كلشي يضرب البارود هنا في الموسم كلشي يمشي فرحان ان شاء الله والسلامه هي كلشي. جينا حضرنا في الموسم ديال سيدي عبد الرحمن مهرجان تبارك الله في المستوى من ناحيه ديال التنظيم ومن ناحيه ديال الصربه تبارك الله منظمين كاين تنظيم يعني الموسم كله في المستوى كاين الحضور كثير تبارك الله وكنتمنوا من الناس كاملين يجيو يحضروا ويشوفوا. لا تبارك الله ما شاء الله منظم كاين الامن كاين كلشي تبارك الله منظم داك الشهر. لا عمري ما جيت ولكن دابا لا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله مزيان.